سي حمدي صباح النور. صباح الفل. اهلا وسهلا، مرحبا بك. اذا استاذ حمدي، سمعنا عن تسجيل نسب التلوث الجوي لانخفاض على مستوى العالم، كيف تسجل هذا الانخفاض وما هي المؤشرات الإيجابية من ذلك؟ كما يبدو معذرة، كما يبدو منذ انتشار فيروس الكورونا آخر شهر نوفمبر 2019 كانت عنده بعض التداعيات الإيجابية على البيئة وعلى المناخ عموما. بعد انتشار الكبير لشد فيروس الكورونا في الأقاليم الجنوبية للصين، وهي تعتبر المنطقة الصناعية أو مصنع العالم، أجبرت العديد من المصانع على الإغلاق، وتدريجيا انتقل المرض إلى القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما أجبر العشرات الألوف من المصانع وكبريات الشركات على الإغلاق. إذا هذا بدأ يعطي بعض الإشارات الإيجابية، لأن تراجعت غازات الاحتباس الحراري من ثاني أكسيد الكربون، كذلك ثاني أكسيد النيتروجين، وهذه معناها تقريبا من الغازات الملوثة والغازات الاحتباس الحراري الكبرى. تقريبا هذه الغازات تراجعت بنسبة 40% حتى الفترة هذه مقارنة بالسنة الفارطة، وهذا بالطبع أعطى بعض المؤشرات الإيجابية لتعافي المناخ. تراجعت كل المؤشرات حاليا المناخية يعني في تراجع، وهذا الكوكب بدأ في مرحلة تعافي، وهذه بعض الإشارات الإيجابية على الأقل. كذلك نوعية الهواء في العديد من المدن من العالم قاعدة تتحسن تدريجيا. حاليا نوعية الهواء في 337 مدينة كبرى حول العالم تحسنت، أو نوعية الهواء كانت أفضل 11.4% مقارنة بنفس السنة الفارطة، وهذه كلها كما يبدو يعني لما الإنسان لزم البيت ولبس الكمامات الكوكب بدأ يتعافى. ولينا حتى معناها في مصطلحات تلخص الوضع ونقولوا كورونا أصبح فيروس صديق للبيئة. صحيح، وهذا اللي سمعناه وشفناه تقريبا كل وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث على هالفيروس على الرغم من المشاكل اللي خلقها، ولكن في نفس الوقت هو صديق للبيئة. نحكي على أكثر من نص البشرية موجودة في حجر صحي، الناس الكل موجودة في منازلها، وخريطة التلوث انتقلت من اللونين الأحمر والبرتقالي إلى الأزرق. فسر لنا ما يعني ذلك أستاذ؟ عموما هي ثلاثة ألوان يقاس بها، هو مؤشر Air Quality Index أو مؤشر جودة الهواء. بعض الدول تعتبر تستعمل مؤشر مشابه هو Air Pollution Index. تقريبا هو يقع قياس جودة والألوان تنسجم على سلم من 0 إلى 10 تقريبا، من 1 لـ3 يعني جودة الهواء، يعني هذا يرمز اللون الأخضر أو الأزرق في بعض الدول تختلف نسبيا حسب المعايير المستعملة، يعني جودة الهواء جيدة جدا أو معناها مقبولة نوعا ما. من 4 إلى 6 تقريبا تعتبر نوعية هواء متوسطة. هناك بعض الأنشطة أو الناس اللي عندهم بعض الحساسيات في الجهاز التنفسي أو الأمراض القلبية لازمهم ملازمة الحذر لما الخروج. ومن 7 لـ10 أو بعض الأحيان تتجاوز 10 نوعية الهواء تشكل خطر على حياة الإنسان. يعني في بعض الأحيان هذا مؤشر تقني يستعمل لتحديد مدى صحة الهواء لما السلطات المختصة تصدر بيانات لتحذير المواطنين، أو هناك بعض الأنشطة الرياضية أو الثقافية في الهواء الطلق يوجد هذه المؤشرات وتعطي بيانات أو نشريات يومية للإشارة نوعية الهواء، وهي تختلف بالطبع. يعني نعتمد مجموعة من الغازات في قياسها، ثاني أكسيد الكربون، أحادي أكسيد الكربون، ثاني أكسيد النيتروجين، وبعض القياسات اللي تخص الجسيمات الدقيقة بحجم 2.5 PM و10 PM. يعني هذا كلها يعني هو مؤشر تقني بالأساس للحفاظ على صحة الناس. جميل. هناك العديد من الدول تستعمله، هناك للأسف عديد الدول لا تستعمله حاليا، لكن دول جنوب شرق آسيا تعتبر رائدة في اعتماد هذا المقياس. جميل جدا. به هل يعني هذا أنه نحن اليوم أمام تعافي بيئي، أم أن بعض الدول لا تزال تسجل نسب تلوث عالية ومتوسطة المدى نوعا ما؟ للأسف كنا في تصورنا أن المرحلة ستستمر وتستمر لفترة طويلة. هذا الحلم الجميل، حلم تراجع التلوث، حلم تعافي المناخ. يعني نحن كناشطين أو مختصين في المجال المناخي كانت أقصى طموحاتنا 10% مما يحصل الآن في تعافي الكوكب، في البيئة تستعد في عافيتها. لكن للأسف كما يبدو الصين منذ فترة تقريبا تراجعت أو سيطرت على المرض. بعض المصانع الصينية في المنطقة الجنوبية رجعت يعني تشتغل بالحد الطاقة القصوى لها التصدير من المعدات الطبية للعالم بأجمع. في فترة قصيرة المصانع الصينية اللي كانت مغلقة منذ 3 أشهر رجعت تخدم، وقاعدة تحقق حتى في أرباح قياسية 1.4 مليار
دولار هي قيمة الأرباح اللي حققتها بعض المؤسسات الصينية نتيجة لإغناق المصانع في العالم بجمع، لكن في الصين رجعت تشتغل بالطاقة القصوى. للأسف لن تدوم هذه المرحلة طويلا، علامتنا البشرية يعني أنها لا تنسى أو لا تتعلم من دروسها، لذلك لا نتوقع أن هذا سيستمر، بالعكس سيكون هناك نسق تصاعدي للتصنيع وللتلوث مثل ما حدث في أزمة 2008 لما شهد الاقتصاد الدولي انكماش. كنا فرحين جدا لهذا الانكماش لأن بعض المعطيات البيئية أو بعض المؤشرات قاعدة تتحسن، لكن الآن كما يبدو حسب ما نشوفه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام هناك العديد من العبارات تتكرر، بمعنى طوف الكورونا ونروح للمطاعم، طوف الكورونا روحوا نتسوق، طوف الكورونا ونسافر. هذا كلها تعكس رغبة أو نقمة في تبرير أو تسييد رغبة استهلاكية، يعني ولينا نحكيه حتى على رغبة عارمة في فرض انتقام استهلاكي فيما بعد مرحلة الكورونا. صحيح، وهذه شفناها برشا نحن خاصة في تونس، طوف الكورونا وترجع برشا حاجات. أستاذ حمدي، طيب نحن شفنا مثلا على سبيل المثال هالأخبار اللي تنقلوها الناس وتحط عليها بشكل حلو جميل، مثلا عودة الدلافين إلى شاطئ كالياري، عودة البجع إلى فينيز. شفنا أيضا نوع آخر من الأخبار ولا نعرف مدى صحتها، وعلينا أن نتأكد معاك وهذا يفيدنا بطبيعة الحال. شفنا بعض وسائل الإعلام نقلت أخبار عن تعافي طبقة الأوزون، إلى أي مدى هذا الخبر صحيح؟ هو حقيقة طبقة الأوزون بدأت تتعافى قبل الكورونا، يعني لأن معنا بدينا في تطبيق اتفاقية تعني من الحد من استعمال الغازات المضرة لطبقة الأوزون، بالأخص نحكي على CFC معنا هذه الغازات. ومعنا لما هذه المؤشرات الإيجابية لالتزام بعض الشركات المصنعة لهذه الغازات بالحد منها أو بعض الحكومات قادة تلتزم وتفرض في ضرائب خضراء على بعض المنتجات المفرزة الغازات هذه كالبرادات أو الثلاجات أو المكيفات، بدأت طبقة الأوزون تتعافى، يعني قبل مرحلة الكورونا بدأت تعافي. لكن الآن وقع تسليط الضوء، استغلال كل النقاط اللي قاعدة تحقق إيجابية في البيئة قاعدة تحسب على الكورونا، لكن حقيقة الأمر بالنسبة لطبقة الأوزون هو أمر بدأ قبل مرحلة الكورونا بكثير بسنوات تقريبا، هذه معناها ما نقدوش ندرجها في الكورونا، لكن هناك العديد من النقاط الإيجابية ما نقدروش ننكرها، يعني من وقع تحقيقها في الكورونا. نوعية الهواء لعالم المفارقات المضحكة، يعني اللي حكيوا على الكورونا يبيد أباد حد اللحظة الراهنة 100,000 شخص، لكن الكورونا كذلك سينقذ ملايين الأشخاص. ملايين الأشخاص هذم يعني ناس كانت عندهم حساسيات في الجهاز التنفسي في الأمراض القلبية، سينقذها الكورونا مستقبلا. جميل هالجانب المشرق وهالجانب طبعا الإيجابي. حاجة أخرى أيضا نحب نسألك عليها، شفنا فيديو انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب تحديدا عن كمية كبيرة من الأسماك، هل أيضا الثورة طبعا المائية أو الثروة الحيوانية اللي موجودة في البحار هل استعادت عافيتها بسبب الكورونا؟ تقريبا مسالك التوزيع أصبحت محاصرة، العديد من المدن أغلقت المداخل أو المخارج لها، بعض الدول أغلقت حدودها، هذا معناه سيحد من شركة من الحركة التجارية أو التسويق بعض البضائع المعينة، وهذا سيخلق رد فعل عكسي، يعني تراجع النسق الاستهلاكي. تراجع النسق الاستهلاكي سيحمي، ممكن نحكيه مثلا على الثروة السمكية أو بعض المنتجات اللي كانت نادرة ويجب تسويقها من دول أخرى بعيدة، نفس الشيء سيقع التراجع التدريجي، وهذا بعض المؤشرات الإيجابية للكورونا، يعني الحد كبح النسق الاستهلاكي للعديد من المواطنين في العالم. 4 مليار مواطن حول العالم تقريبا مجبرين على ملازمة منازلهم، وهذا يعني سيخلق فرق إيجابي في النسق الاستهلاكي، لأنه النسق الاستهلاكي هو استنزاف للموارد الطبيعية، استنزاف للموارد البيئية كذلك، وهذا ما من جملتها الأسماك أو بعض المنتجات الأخرى اللي كان عليها ضغط كبير في مرحلة ما قبل الكورونا. هي الآن تشهد هدنة وقتية للأسف، كما عشان لما ماش باش تكون فترة طويلة، لكننا مستبشرين على الأقل بهدنة كنا متصوروا من غير ممكن أنها تصير، لكنها الآن بصدد الحدوث. ولا نخفي كمجتمع علمي أو كناشطين بيئيين فرحتنا الكبيرة بما قاعد يصير.
صحيح. به حاجة أخرى أيضا خلينا نسأل عليها الآن، فترة تقريبا في فترة الكورونا والوقاية واستعمال تقريبا المستلزمات الطبية للوقاية واستعمال الأدوية، أيضا هذه تعتبر نوع من النفايات اللي نشوفوها يوميا ملقاة على قارعة الطريق، إن كان من القفازات أو إن كان من الكمامات، هذه إلى أي مدى تضر بالبيئة وتضر أيضا بصحة الإنسان؟ لعلنا أجبرنا على ملازمة منازلنا أو تقليل من الصق الاستهلاكي الاعتيادي لبعض السلع المعينة، لكن هناك نوع جديد من النفايات، هو جديد قديم يعني في الواقع كان مقتصر حصرا على بعض المستشفيات أو بعض العيادات الطبية، لكن الآن بات العديد من الناس يستعملون هذه المستلزمات الطبية كل يوم شبه طريقة شبه يومية، وهذا خلق نوع جديد من النفايات قاعد نشوفوه في الشوارع تقريبا الدول العربية دون استثناء، القفازات أو هذه الكمامات أو بعض حتى الضمادات. هذه تقريبا في بعض الأحيان تكون هذه النفايات معنا ملوثة فيروسية، تقريبا هناك بعض الإشارات كل مريض حسب كل مريض كورونا تقريبا يستهلك 13 كيلوغرام من النفايات الطبية حسب منظمة دولية جرين هيلث براكتس، تقريبا هذا 13 كيلوغرام. 13 كيلوغرام جزء منها سينتهي في مصبات مراقبة للمعالجة التقنية، وجزء منها للأسف لغياب التقنية ولغياب الإمكانيات والاعتمادات اللازمة لمعالجة هذه النفايات ستكون موجودة في مصبات عشوائية، مصبات محاذية للأماكن السكن، مصبات في الأراضي الفلاحية، مصبات بعض الأودية أيضا بعض البحيرات أو على شواطئ البحر، وهذا من شأنه لأن نفايات خطيرة وخطيرة جدا حاملة للفيروس، الفيروس ممكن يعيش لبضعة أيام في فوق هذه النفايات، من الممكن أن يعرض حياة الناس اللي تتعامل مباشرة مع هذه النفايات سواء عاملي النظافة أو الناس اللي تعمل أو تستغل في رسكلة النفايات، من شأنها أن تخلق فرصة جديدة لانتقال العدوى، موجة ثانية للعدوى. لذلك وقع إطلاق تسمية بسيطة على هذه النفايات الطبية الجديدة معناها في شوارعنا بالنسبة لنا الألغام الفيروسية، وهذه تشكل خطر كبير لأنها ستشكل تحدي للحكومات في مرحلة ما سيتصور لنا أن سيطرنا على الفيروس وتمكننا من شفاء آخر حالة، لكن لعل هذه النفايات ستكون فرصة لانتشار موجة ثانية من العدوى الفيروسية. إن شاء الله هذا طبعا لما نتمنوهوش نحن. أستاذ حمدي آخر سؤال معنا اليوم، طبعا تحدثت أنت حضرتك على فكرة أنه فيروس كورونا على الرغم من المآسي وعلى الرغم ما خلفه عند البشرية لأنه في الجهة المقابلة خلق حاجة إيجابية بالنسبة للبيئة وبالنسبة إلى حفاظ على كوكب الأرض، هل هذا يمكن أنه يدوم مع أنه ذكرنا مثال الصين اللي نوعا ما يعني فقد لنا بعض الأمل أنه يمكن أنه نحاول نحافظ على كوكبنا، ولكن هل يمكن أنه بغض النظر عن الصين هل يمكن على الأقل نحن في دولنا العربية في تونس مثلا على سبيل المثال أنه نأخذ العبرة من فيروس كورونا ونحاول نحافظ على البيئة؟ هناك بعض النقاط الإيجابية كما أشرنا لها، في تونس سنويا تقريبا أكثر من 4000 شخص يتوفون نتيجة لأمراض مرتبطة أو مشتبه بها بتلوث نوعية الهواء. هناك بعض النقاط، هذه تحسن نوعية الهواء أو إيجاد صيغة مغايرة للاقتصاد أو الاقتصاد البديل، الاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد النظيف، هذا الآن بات محل جدل ومحل نقاش كبير في المجتمع العلمي ليس في تونس فقط بل حتى في الوطن العربي. كذلك هناك بعض النقاط الأخرى، يعني تحفيز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، لأن هذا الاقتصاد كنموذجي مصمم لتلقي الصدمات وتحمل الأزمات بديناميكية فعالة أكثر من الاقتصاد الكلاسيكي اللي نحن نعيش فيه الآن. كذلك معناه هناك بعض النقاط الإيجابية، كورونا أعطت فرصة كبيرة للطاقات المتجددة للمنافسة، لأنه مع انخفاض أسعار البترول هناك العديد من الصناعات الملوثة الموازية كاستخراج السيط الصخري معناها الغاز دو شيست، هذا تقريبا ستختفي لأن هذه الصناعات من غير الممكن أن توجد أو تكون موجودة في بيئة أو يكون فيها سعر البترول منخفض للغاية. هناك كثير من النقاط، الهيكلة الاقتصادية أو الانتقال للاقتصاد الرقمي، تعافي البيئة حاليا أو الهدنة هذه على الأقل ما يجب أن ننظر لها بعدم جدية، بالعكس هي فرصة مناسبة على الأقل لإعادة النظر فيما في النسق الاقتصادي اللي نعيش فيه. جميل جدا. إذا حمدي حشيد المهندس البيئي والمتخصص في الشأن المناخي وعلوم البحار، شكرا لك على حضورك معنا اليوم، شكرا على المعلومات اللي أفدتنا بها، ونتمنى أنه كما قلت الاقتصاد الأزرق والأخضر هو اللي يكون المستقبل، وإن شاء الله نتعلمه بالكورونا.
شكرا لك مرة أخرى أستاذ حمدي حشيد. إذن كانوا معنا مباشرة من تونس الآن. الآن مشاهدينا إلى فاصل قصير ونتابع بعده الجزء الأخير من صباح النور ومقابلة مع أول سيدة أمريكية تصاب وتشفى من فيروس كورونا. ابقوا معنا.